إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على البشير النذير رحمة للعالمين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها المسلمون، فأما موضوع خطبة اليوم يتعلق حول ما ورد النهي عنها وعن فعلها في شريعة الرب سبحانه وتعالى. أولا، ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى الشرك، وقال سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأما الثانية، صلاح الظاهر وفساد الباطن، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، فيجعله الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه. فأما ما نهي عنه الشرع سبحانه وتعالى الكبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. رواه مسلم. وأما معنى الكبر، بطر الحق، أي رده وغمط الناس، أي احتقارهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث براء بن عازب: من فارق روحه جسده وهو بريء عن ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. فأما ما نهي عنه الشرع سبحانه وتعالى إسبال الإزار، وقال صلى الله عليه وسلم إزار المؤمن إلى نصف الساق، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جره شيئا خيللا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي. وأما ما نهي الشرع سبحانه أن من علامات النفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من المنافق حتى يدعها: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر،
وإذا غاسم فجر، متفق عليه. وأما ما نهي الشرع أيضا الربا، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكيله وكاتبه وشاهديه، رواه مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 86 زينة من 86 زنية، رواه أحمد. لأن الربا الله سبحانه وتعالى قد نهانا عنه، وقال سبحانه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والظاهر أنه يريد به المبالغة زجرا عن الأكل الحرام، وحث على طلب الحلال واجتناب حق العباد، أن الربا يؤدي صاحبه إلى خاتمة السوء، إلى خاتمة سوء والعياذ بالله. وأما معنى هذا الحديث فهو الوعيد الشديد في حق من أكل الربا وآكله وموكيله وكاتبه وشاهده. وأما ما نهي الشرع أيضا شرب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بالسحر ولا قاطع رحم. فقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من شرب الخمر لم تقبل له 43 ليلة. وأما ما نهي الشرع سبحانه وتعالى الكذب والنميمة والغيبة واللعن أيلا. فأما الكذب حرام، فقال سبحانه وتعالى: فمن أذله ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاء. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، وويل له ثم ويل له، رواه أحمد وأبو داود. وأما النميمة هي نقل الكلام بين الناس لعرض الفساد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وأما الغيبة فقال صلى الله عليه وسلم، سأل أصحابه فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وأما اللعن حرام، لعن المؤمن كقتل، لا يلعن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. يا أيها الناس، بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.